السلام عليكم، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. وهنا اول حاجه بديت بها معكم نهاري هي الفطور. هنا كنت كنصوب بانكيك الوليدات. وبالنسبه لهاد المقيله هذه اللي كنت خديت عند المجد، هي اللي فاش طيبت هاد الحرشه هذه السائله، عرفتوا ديك المقله صدقات فنه ما كتلصقش، صدقات زوينه بزاف. وداك النهار كنت طيبت فيها حتى لي كريب، كنت باغي هكذا لي كريب يكونوا كبار، عرفتي طيبتهم فيها الطياب ديالها وار وما كتلصقش، زوينه صراحه صدقات فنه. ايوا صافي، بالنسبه للفطور المهم حاول زعما تهلا فيهم في الفطور ديال اليوم. درت هكذا حريشه سائله، المهم الا بغيتوا المقادير نعطيهم لكم. بالنسبه للمسمنات كانوا عندي في الكونجيلاتور، كما كنقول لكم انا يعني كنحاول ندير واحد الكميه اللي تكون كبيره شي شويه، وهنا كنت كنسخنو كنحطو وكنحطو في الكونجيلاتور كاين فيني صراحه. وصوبت هكذا بانكيك الوليدات حيت كيعجبوهم بزاف. غير هنا غير بان لكم شويه اللون ديالهم مغمق، كندير فيهم شويه ديال الكاكاو وكندوز عليهم ديك كريم كاراميل اللي كناخذ من الماي باتيس. صراحه كيجيو رائعين وزوينين بزاف. وصوبت هنا عصير ديال لافوكا، المهم نحاولوا زعما نفركسوا الطبيله. هذا كان اخر نهار في العطله بالنسبه لهذا الفيديو، راه صورته لكم غير البارح بعد ما فطرنا. دزت هكذا عمرت الريهام شعرها بالزيت ديال البيت العسل، هذه ديال التساقط ديال الشعر صدقات خطيره خطيره خطيره، عرفتي فن هذا الزيت، حبست لي التساقط لان لا ريهام. بالنسبه للناس اللي دايرين بروتين ما تخافوا حتى شي حاجه، راه انا وريهام دايرين بروتين، راه كنشاركوا معكم. ما تخافوا حتى حاجه صراحه زوينه وكتحبس التساقط. وسبحان الله حتى داك الملمس ديال شعرك ملي كتغسليه كتحسي بواحد الرطوبيه زوينه في شعرك صراحه زوينه بزاف. المهم كنخليها ليها في شعرها تقريبا واحد ساعه، ومن بعد كنغسل ليها. هنا بعد ما دوشات اكيد السيروم ديال بيت العسل، كندير لها حتى هذا باش كنقول لكم عنده منتجات لي طبيعيه، يعني ماشي مشكل يديروهم لوليدات الصغار. درت لها هنا السيروم ديال العود، صراحه سيروم خطير بزاف، كيخلي واحد خصوصا شتو هو كيبان لك المفعول ديالو ملي كيكون الشعر نقي، راه خطير وكيسبسب لك الشعر. واكيد البروسه اللي كنت خديت من عند اولي من مجد، يمكن اول مره شاركها معكم، كنت خديت من عندو شحال، هادي زوينه بحال الا درتي بروشينغ شي صالون وير، عرفتو راه كتسبسب الشعر. وانا راه غير كنشف بها، راه ماشي كنسرح، صراحه زوينه. واللي عجبني فيها هو ان يديها ما كتسخنش، ديجا ديك الغوزيه راه معروفه كانت دازت عندي، هادي كتسخن لي هادي وما نكذبش عليكم في الاخر تفرقعات، شالت لي فيها العافيه صافي خلعتني. ولكن هادي راها زوينه، راها كاينه عند المجد دايره 199 درهم، صراحه زوينه وكتسبسب الشعر فنه. بغيتي تقادي دغيا شعرك في الدار اولا بغيتي تصوبي القدام ديال شعرك مثلا كتبينيه من تحت الشال، كيجي كتسبسب الشعر وفنه صراحه. المهم راه غنمشي نيت عنده اليوم، وراه حاليا راها متوفره عنده. صافي هنا بعد ما شفت لها شعرها دغيا كتنشف لك الشعر، شوفوا تبارك الله شعرها. شوفوا بالنسبه لديك الزيت، بالنسبه للسيروم صراحه كيخلي واحد الرطوبيه واحد السبسبه في الشعر. وبالنسبه للريهام خلاص راه كما كتعرفوا راه دايره ليها بروتين، وصراحه تهنيت ملي درت لها ما بقاش كنشتي شعر. معكم مهم جيت عند ماما، غادي نمشي ان شاء الله انا وماما عند المجد، خاصني عنده هكذا شي عيبس وبان لي حط في الانستغرام بان لي جاب دوك هذوك ديال الاير فراير، صافي قلت غادي الى لقيتهم. المهم ما وصلتوش باش يخليهم ليا، حيت صراحه ديما كنطيب فيها كنبقى نغسلها نطيب فيها نغسلها، قلت لهم هذوك بعدا كتحيدي وكتلوحيهم كتبقى ليك الاير فراير نقيه وليت ما تكرفصش. المهم غادي نديكم معايا ان شاء الله، و الى لقيتو جيب الجديد راه غادي نصور لكم وخليكم معايا. وهنا غادي انا وماما عند اواني المجد، المهم تغديت عند ماما دارت لينا رفيسه ونسيت ما صورتها لكم. صافي هنا غادي عند اواني المجد، هنا الرومبوان الكبير ديال انزكان. شوفوا حيت بزاف ديال الناس كيسولوني على النت ديالو، واخا زعما ديما كنصورو لكم ولكن تبارك الله راه كيدخلوا معنا ناس جداد في القناه. هنا في الرومبوان الصغير في الصحراء مول، في الرومبوان الصغير طلعت معاه الطليعه هادي، راه على اليسار كاينه بلاكه ديال انتيدير تما فاش كاينه قصريه النصر، كطلعوا الفوق وكتسولوا على اواني المجد، راه النعت باين على اليمين راه كاينه هاد الصحه، وراه كتدخلي مع هاد الزنقه هادي على اليسار راه باين. وبالنسبه للمجد راه كما كنقول لكم دائما كيدير الثمنه اللي جد 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 مناسبه. المهم هنا اول حاجه غنبدا لكم بها هما هاد المقيلات، هادو لقيتهم مدخلهم من بيل جديد. وبالنسبه لهادو كما كتشوفوا راه كاينين في العبارات، كاين هاد الطويله بحال هادي اللي كانت خدات خاوله، كاين هاد العبار وكاين هاد العبار وكاين هاد العبار الصغير.
بالنسبه لها دروك طيبي فيهم كلشي، بانكيك بغرير بالضبوط مسمن كفته، تصوطي فيها خضيره كديري فيها اي حاجه ودغيا كيطيبوا. هذه راه بحال تقريبا اللي دايره، راه نفس الخدمه كيديروا. المهم دابا غنحاول نعطيكم فكره على الاثمنه. وتا بالنسبه للمسمن خصوصا هذه ما كتوقفيش بزاف، كديري مسمن دغيا كتسالي. نحاول نعطيكم فكره على الاثمنه. كبيره هي 480 درهم، اها. تبعها هذه 450 درهم، على 350 درهم، هاد الصغيرة هادي 280 درهم. زوينة هادي مربع زوينة، تسعني هاد المريو هذا كي طونطا كيجي على هاد الشكل، داير 200 ياك 200 درهم، زوينة كبير. كاينة هادي دير بيها هكذا السبور في الدار، زوينة هادي كتحيد لك الكرش كنايدير السبور. بالنسبه للثمن ديال هادي دير ليها 100 درهم. ودخلت الثاني هاد الدجاجه هادي بحال اللي كاينه عندي، كلشي حماق عليها عرفتو فنه، وكتجي زوينه هكذا فوق البوطاجي كيجي من الدار ديالها زوين. المهم راه حتى هما دخلهم كاينه في البيض وفي النوار. بالنسبه شحال الثمن ديالها حسن الدجاجه؟ بالنسبه للثمن ديالها دايره 130 درهم. سلمى كاينه هاد البونجه هادي اولا الكومه ولا هادي اللي كنديرو تحت الباب على حساب البرد اولا الحشرات، راه ندير فيها برومو دايره 13 درهم كبيره، كتقطع على حساب العبار اللي عندك. وبالنسبه للجديد الثاني جهاد السيرفيس هذا، هذا راه كلشي كنحمق عليه واعر. كنت صورت لكم ديك المره كان في الاحمر وفي البيض، كيجي على هذا الشكل، كيجيو مزال جوج طباصل من التحت ياك. المهم شحال بياسه فيها؟ 24 بياسه 280 درهم ياك. واعرين هادو في الحطه كيجيو فنين، كتجي هادي غارقه وهادي وطبسيل كبير. فنين هادو. ومن بين الجديد كاين تاني هاد الصاك هذا، الحمام البحر لاصال زوين، وملي كيتجمع كيولي صغيور. المهم كاين في هاد الموف، كاين في النوار، وكاين في الكري، زوين هذا صراحه. المهم راه ما غارق شتو زعما كبير، 100 درهم ياك هذا، 100 درهم. كاينين تاني هادو حتى هما جداد، هاد لي فيز هادو كاين في لارجونتي كاين في الدوري فيونين، هادو في بيت النعاس ديال فوق شي حيط هكذا قصير مثلا في الصالون، منهم ديكور منهم فيوز. كاين شي ثلاثة ديال الشعرات مخلط زوينة. شحال داير؟ هادو 80 80. وكذلك كاينة هاد المنظمة هادي، هادي كنت شفتها في الصاقف فما، هاهي كتجي على هاد الشكل هذا، انتي كتحليها يعني كتكفريها كيف ما بغيتي على حساب البلاكار اللي عندك اولا. زوينه الثمن ديالها دايره 40 درهم. وبالنسبه للاير فراير كاينه هادي، يلا دخلات كاينه هادي ديال واحد الباب هكذا فيها واقيلا شبيكات ثلاثه ديال الشبيكات. كاينه هادي كاين هاد ريتاج كاينه هادي، هادي راه كانت خداتها واحد صاحبتي هادي، ان شاء الله راه كنقول لها تبدا تصوري باش نوريكم. راه حتى ديال واحد الباب راه زوينه، راه ديال واحد الباب غدخلي ليها دجاجه كبيره، غدخلي ليها المول ديال الحلوه، يعني طيبي فيها شي حاجه كبيره في دقه واحده. المهم راه عندو اشكال وانواع. كاين هاد المنظمه ديال الاحذيه زوينه صراحه، تحطي هادي في الدروج الدخله ديال الدار، كيجيو على هاد الشكل هذا، باش تحطي وحده ولا وحده حدا وحده كتجي زوينه. بالنسبه للثمن ديالها دايره 100 درهم. هادي يلاه دخلت يلاه مونطا الولد. كاينه ثاني هادي من بين الجديد، هاد البانيني هادي كطيبي فيها شحال حاجه باش الزبينه كتحل كامله، يعني كتولي بلا. طيبي فيها حتى هي شحال حاجه، وكذلك حتى اللحوم. بالنسبه للثمن ديالها 325 درهم. زوينه هادي صراحه، البانيني ضروري تكون في الدار فنه. كاينين هادو هما من بعيد كيبانو ليك بحال الزاج، هما راه بلاستيك زوينين، تحلات بالنسبة لهادي 15 درهم. المهم بقيتهم دخلت هادوك الكاسرونات بحال ديالي اللي كنتو سولتوني عليهم ديك المرة فاش كنت خديت هاد المقيلة الكبيرة، هاهما راه جايبهم فيها ثلاثة من الكبيرة الصغيرة 250 ياك،
250 درهم. صوره زوينه ثقيله فيها هذا البيج هذا هضره بحال ديالي هادي هي صراحه هادو واعرين ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه وكاينين حتى في النوار ها هما في النوار ثلاثه ب 250 درهم وكاينين ثاني الشبيكات ديال الخبز بحال دابا انا هادي عقلت ديك المره فاش كنت خديتها من عندهم المهم ماشي بحال هاد الشكل بالنسبه لهادي راه دير فيها حتى الديسير كنحيد هادي وكنحط فيها الديسير فوق البوطاجي كتجي زوينه كاين هاد الشكل المربعه كاينه هاد الدايره وكاينه هادي الاوفال وباش تزويني فيهم هاد الطرقات هادو راه خصك تبني هاد الثوب هذا شحال دايرين حسن هادو 50 درهم الوحده صراحه ثمن زوين كاين هادي حمقات وهادي هادي غارقه الثاني ديال الجديد هاد الفيوز هادو المهم بقى ركب الفيديو غير الجديد كاينين هاد لي فيوز هادو زوينين كاين هاد المارون هذا وكاين هاد الابيض هنا هذا راه خشب ياك وباش زوينه كتعوج هذا كيف ما بغيتي زوينين و كبار هانتوما راه احسن من دوك اللي كنت خديت فنين خصوصا الابيض عجبني وعندو كذلك هاد البروصه هادي ديال لاشاس بالسيبوره ديالها صراحه عجبتني فيها جهه ديال الشيتا وجهه ديال القومه بالنسبه للثمن ديال هادي وقيله 45 درهم وطويله كما كتشوفوا يعني حتى الا درتي شي برودوي ما كتحتاجيش انك تقيسي البرودوي بيديك واكيد بالنسبه للكويسات ديال اتاي راه دائما كيجي فيهم الجديد تبارك الله عنده كويسات ديال اتاي فنين وفيهم زعما الاختيار وهنا كما كتشوفوا بالنسبه للمقيلات اللي كنت شاركت معكم ديك المره وهنا كاينه هذه المقيله هذه ارتورا تبارك الله شحال ثقيله هذه ديال لا مارك تاتش فنة غرانيت تبارك الله ثقيلة هادي شفتو الشكل ديالها شحال زوين بقيلة كاينة في اللوينة فنة دايرة بحال الشيمون وعاود وفر لكم هاد البريردات هادو لان كان عليهم طلب كبير زوينين صراحة دير بيهم اتاي لي تيزان دير بيهم شوب اي حاجة بغيتيها كديريها فيهم وجاب فيهم العبارات هاد المرة وشفت الشكل ديالهم زوين هداك الكبير كاع 80 درهم وليت دابا 75 وليت دابا 70 وليت دابا 65 هادوك جوج اخرين كاين 65 درهم كاين 70 درهم ومن بين الجديد ثاني اللي كاين هاد الترموسات هادو شوفوا لي كي دايرين واعرين واحد السقف الثاني فنين 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 بالنسبه لهذا الشكل هذا فيه هذا الابيض هذا بالضوغي ويمكن الكبير وكاين هذا المويه كاين هذا الحليبي هذا بلون كاسي وكاين هذا النوار شوفوا في النوار مع كويسات في النوار هكا فنين يلا جاو هادو موديلات جداد وبالنسبه للموديل الثاني كيجي على هذا الشكل المهم انا راه زيد الاضاءه ماشي مشعشين كاين هذا حتى هو بالبيض بالضوغي وفيه حتى النوار الموديل الثالث فيهم هاد العصفورة هنا شوفو كيدير الشكل ديالو ديالو واعرين هادو المهم تاهما فيهم كبار وصغار كاين الكري كاين في النوار وكاين في البيض هادو شحال ديالهم حسن اسمنا هادوك اللي 550 درهم جوج مزيان هادو 150 درهم هادوك 120 120 واعرين واعرين صراحه حتى الثمن ديالهم زوين عجبوني بزاف هادو هادو فنين ديال الحوش كالقريص بحال قفص زعما فوق هادا واعرين في الكري كاينين هاد البلاطوات هادو ديال الخشب زوينين ثقيقلين دايرين 170 درهم بثلاثة زوينين الصراحة المهم أنا راه زيد الإضاءة كيما قلت لكم ها هو اللون ديالهم فنين شوفو من الكبير للصغير ولقيتهم دخل هاد البلايك هادو لي مرخمين بحال لي دايره انا في الكوزينه عرفتو الثمن ديالهم صدمني واعرين شوفوا الشكيلات كي دايرين بالنسبه للثمن ديالهم كانوا دايرين 15 درهم الوحده فيها 70 على 70 وبالنسبه للبروصه اللي سرحت لريهان بها شعرها راه هي هادي وكما قلت لكم صدقات زوينه وما كتسخنش يديها زعما يعني حتى بعض المرات كتصوب شعرها الراسه يعني ما كتحتاج اني نصوب ليها اولا صراحه زوينه 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 هاد البروصه هادي وتا الثمن مناسب راه الاولى اللي كنت خديت لي شعلت لي فيها العافيه والله الا غاليه عليها
بالنسبه للثمن ديالها راها برومو دايره ب 199 درهم، وكاينه وحده حداها راها مجهده. المهم حسن قال لي راه هذه ثاني مجهده على الاخرى، هذه اللي على اللي كما كتشوفوا نفس الماركه غير قال لي ثاني حسن، وحتى هي راه دايره نفس الثمن 199 درهم بجوج ثمن. تراتور هادي تصلح للفران السكة ديال الطراجم طوموبيل حيت الصونفيل كما كتشوفوا. القنيتات فوق السدادر لي كانابي تستعملها لاي حاجة. المهم صغيرة دايره 100 درهم كنت تبارك الله راه مجهدة. وتحيه لهاد الغزاله هذه هي والوالده ديالها، تحيه اليوم من هنا عرفتو كنطلق مع ناس راه غزالين غزالين غزالين. بالنسبه لهاد الجفاف هذا بحال اللي كنت خديت، غير هو زيد فيه جفاف اخر، مثلا واحد تيريه للارض واحد تيريه للحيوطه. بالنسبه للثمن ديال هذا داير 90 درهم، صراحه صدق ليا زوين وعملي ونفعني في بزاف ديال الحوايج، حتى كنسالي التسيقه اولا وكندوزو هو صراحه نفعني بزاف. وكاينين ثاني حتى هاد لي طرموس هذا من غير دوك اللي وريتكم جزات، كاينين هادو اينوكس، واللي زوين فيهم هما انهم اينوكس من الداخل ومن برا، يعني ما كيتصداو ما حتى شي حاجه. بالنسبه للثمن ديالهم دايرين 150 درهم. فين هاد الطرموس بجوج؟ بجوج. وهنا واخيرا جاب لكم لانش بوكس ديال لا مارك بونومي بحال هادو اللي كنت خديت انا. وتبارك الله كان جابهم ثلاثه ديال المرات ديك الساعه وتقطعوا واحد الوقت. المهم راه عاود وفرهم لكم المجد، وبالنسبه للثمن ديالهم دايرين 180 درهم. صراحه واعرين، فيهم جوج ديال البواطات راه هادو اللي عندي، يعني راه كتشوفوا معايا في لي فيديو كاينين هادو الزرق والنوار، فيها جوج بواطات كبار بحال هادو وفيها القريعه وفيها الصاك، والصاك راه كبيره كندير فيهم كنزيدهم حتى العصير كنزيدهم التيسير. تبارك الله يعني حتى لي صاك عندهم كيهزوا. صراحه عجبوني انا هادو. وبالنسبه للماجد كما كنقول لكم دائما ملي كتقولوا ليه من طرف وي ام اكيد غادي يتصاوب معكم في الاسمنه. وبالنسبه للزيوت الاساسيه اللي كتسولوا عليها راه حتى هما كناخذهم من عنده، دير ليهم 20 درهم وزوينين وفيهم اختيار. وكاينين تاني هادو ديال الصابون، هادو ديجا كانوا ديال البلاستيك، دابا راه جاب ديال البديع واعرين. كاين هاد المرخم بالبيض وبالنوار البديع، شحال دايرين هادو؟ 30 درهم. اتوفن ما واعر الشكل ديالها، كتخلي ليك الصابونه كتقطر ما كتكونش عامره بالماء. كاين تاني هاد الشكل ديال لي بواط ديال لانش بوكس تا هما، كتجي هاد الشكل والتحت ديالها شنو منين هادو تا هما كاينين في اللوينات. هاد البرونز زوين، كاين هادي تاني. هادو شحال داير؟ هادوك 50 درهم، ندير جوج طبقات 70. 50 70. وكاينين تاني حتى هاد المقيلات، هادو راه بحال اللي كنت خديت، هادو راه إلا كتعقلو الناس اللي متبعيني من داك العام، راه كنت خديتو عندو في شعبان ديال داك العام، باقي واعرين كيف ما هما، راه ديما كنطيب بيهم. كاينين في هاد اللون وكاينين هكا غرانيت، راه هما غرانيت زوينين ما كيحرقوش. كاين هاد البرونز وكاينين هكا التحت ديالهم احمر. المهم راه نفس الماركه زعما، انا هادو اللي عندي كندير بهم كلشي 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 وما كيلصقوش. الثمن ديال هادو دايرين 250 درهم بثلاثه. كاين هاد الفيوز هذا على شكل كره زوينه في لارجنتي، شحال دايرين هادو؟ 120 درهم. 120 زوينة وكبيرة. كبيرة راه في التصوير ما كتبانش مزيان، راه كبيرة. كاينين هاد البرارد هادو ترونسبارون، هادو راه كيطيبو زعما كديرهم فوق العافية. فنين شحال قالها ماما؟ 80 واحد 80 درهم، 70 درهم الكبير 80 وهذا 70، كيجيو زوينين هكذا مع كويسة ترونسبارون هكذا في شي بلاطو. فنين الشكل ديالهم واعرين. وكما عارفين راكم مقبلين على رمضان كنبغيو بحال هادشي، كاينه هاد ويمنها حكاكه منها كطحني فيها فروماج خيزو اي حاجه فيها اللوينات. بالنسبه للثمن ديال هادي دايره 80 درهم، راه كانت ب 100 وشي حاجه حتى هي برومو.
كاينين هادو ثاني ديال الضو زوينين، راكم عارفين دابا طوالو الراس العام اولا حتى في عياد الميلاد راه كيجيو زوينين هادو يكونوا عندك في الدار. راه تبارك الله راك كيتبدل الالوان شحال دايرين هادو؟ 45 درهم ورسلت لك ديالهم راك زعما طويل الخيط. شحال هذا؟ 10 متر. كاينه هاد الساعه هادي شوفوا السويطه ديالها. المهم بالنسبه لهادو راه فيهم في الداخل الابيض والكحل والبرونز زوينه. ها هي في الابيض التشكيل ديالها زوين عصريه. وكاينين تاني هاد لي ساشي هادو اللي كدير فيهم الميطات وكتخرج منهم هكذا الهواء بالسبيراتور، صراحه زوينين. بالنسبه لهادو راه فيهم بزاف ديال الانواع. واكيد كما كنقول لكم دائما المجد كتلقي عنده اي حاجه متعلقه راكم عارفين بالديكور بالمعينات تبارك الله كلشي عنده زوين. حتى بالنسبه للطريات عنده فيهم واحد الاختيار الكبير. وهاد البلاصه هذه هي اللي كتحمقني عنده، كنخليها كنبقى غير كنشوف كلشي كيبري. بالنسبه للمبخرات لقيتهم دخل ثاني هذه تقريبا بحال اللي كنت خديت غادي الفوق ديالها دير بحال الشكل ديال لي بونبونيير. يعني تقدري تاخذي هكذا مبخره كتزيدي مع لي بونبونيير بلاطو كتجمعي كلشي وكيجيو كلهم مواتين وكيجيو متناسقين. صراحه هذا واحد الاختيار كبير في لي بونبونيير في المبخرات. وتبارك الله المجد راه دائما كيجيب لكم الجديد. راه غادي نخلي لكم الرقم ديالو والانستغرام ديالو هنايا. ومن بعد ما جينا من عند المجد جبنا هكذا الدراري لسيدي فارس باش يلعبوا شي شويه. المهم كل مره كما قلت لكم كل مره فين كنديهم ايوا جبناهم هكذا باش يلعبوا. ومن بعد ان شاء الله ملي غادي نمشي للدار غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديت. وهاني رجعت معكم. المهم يلا دخلت للدار كما شفتوا معايا دينا الدراري. المهم راكم عارفين العطله كيبغيو يلعبوا شي شويه وهذا ضروري. دابا كل نهار في العطله كل مره كنتجاوا البلاصه بحال دابا البارح ديناهم يلعبوا شويه في انزا. المهم كاين واحد البلاصه زعما كيلعبوا فيها كره كما قلت لكم. يلا دخلت للدار بدلت حوايجي حيت التريكو السبيوار عرفتي لقيت الدار بارده بارده بارده. بغيت غير نجاوبكم على هذا التريكو هذا. المهم شحال مره لبستو كتسولوني عليه هذا غزال في اللبسه. هذا راه هو اللي كنت خديت عند عزيز الشمالي السيد اللي كيدير حوايج ديال البال. هذا راه ديال البال كنت خديتو 80 درهم. عزيز الشمالي اللي كنت شاركت معكم راه هو اللي كيبيعهم فني. انا خديت عنده شحال من لون. المهم انا حاول نخلي لكم داك الفيديو في صندوق الوصف. ايوا دابا غادي ندوز للمشتريات. مالك شحال كنكونوا فرحانين ملي كنجيبوا شي حاجه جديده للدار. المهم غنشارك معكم دغيا دغيا شنو جبت من عند المجد. اول حاجه غادي نشاركها معكم هي البرمه. واخيرا خديت البرمه. صراحه ديك اللي عندي ما شاء الله دوزات وقتها قدمت شي شويه. ايوا صافي ملي كنت مشيت عندو ديك المره عجبتني هاد الكرافت هادي واللي عجبني فيها تبارك الله ثقيله يعني غليظه من التحت ما كتحرق ما والو. وبالنسبه لهادو راه فيهم عبارات. بالنسبه لي انا خديت ديال 12 الاطار. غنحل هذا دابا ونشارك معكم ونشارك معكم داكشي كامل اللي خديت. المهم بالنسبه للبرمه كما قلت لكم فيها العبارات يعني حسب نتشوف شحال بغيتي. المهم هذه راه ديال اينوكس. وبالنسبه للماركه ديال كرافت كما قلت لكم المجد كنشوفو كيجي بزاف هاد الماركه حيت هو قال عليا قال يعني ماركه لي زوينه وتبارك الله كياخذوها الناس وكيعاودوا ياخذوها. جديدة اختي فرحانة انا. هيا كاينه 8 6 اطر واقيلا كاينه 8 اطر غير 8 اطر بانت لي صغيره بزاف. كاينه 12 كاينه واقيلا حتى 16 14 16 على ما اظن. المهم راه بالنسبه للبرمات راه عنده في العبارات. هيا شوفوا شحال فنه عجبتني زونه صراحه ودقيق لا تبارك الله. المهم هذا بالنسبه للبرمه.
ودابا غندوزو للحاجه الثانيه اللي حتى هي شحال وانا باغاها هي الكوكوط. صراحه عندي واحد الكوكوط اش غنقول لكم، من نهار تزوجتو هي عندي راه ما شاء الله دوزات حقها، غير هو التحت ديالها ولا بحال بومبي شويه. دابا ملي كنديرها في الماء بارد ولا ليا مقعه، ما عرفتش واش كيقولوا ليا. ايوا صافي خديت هذه. بالنسبه للكوكوط حتى هي من لا مارك ديال كرافت. كما قلت لكم بالنسبه للكوكوط اللي خديت كما كتشوفوا فيها 6 ايترون، انا 6 ايترون اصلا هذيك اللي عندي حاليا 6 ايترون، راه تبارك الله كندير فيها الحريره كتدي يومين 3 ايام من الصوب. المهم انا زعما 6 ايترون كافيه لي. عنده واحد 3 ايترون، لا عنده 4 6 وانت طالعه زعما من الصغر حتى الكبيره. المهم ها نتوما ثقيله تبارك الله، يعني ما كتحرق ما حتى شي حاجه، عجباتني. كيجي معاه هذا الكسكاس، هذا كيجي معاه الكسكاس الا بغيتي تبخري شي حاجه. وليديدات ديالها ها هما تما كبروا ليها ان شاء الله ليديدات ديالها. وكاينه حتى هاد الغطايه هادي، شوفوا الغطايه شحال زوينه، وحتى الغطايه تبارك الله ثقيله ها نتوما. المهم ما خديتش هاد المره الكرانيت، الكرانيت عندي في الكاسرونات عندي في المقيلات، صافي خديت هادو اينوكس زوينين صراحه عجبوني. جاني انا هذا هو قياس والحاجه الثالثه اللي خديت من عنده هو هذا الصاك هذا. وصراحه حتى جايه في الطريق وانا نقول علاش ما خديتش في الموف، راني وريت لكم عنده في الكري وفي الموف وفي النوار، حيت انا عندي داك السطور هذا الحمام والفراش وداك الشيء كامل عندي في الموف. نسيت شفتو الصاك عرفتو انا فين ما كنبغي نبات عند ماما ولا هذا كنبغي غير شي صاك يكون هكا متوسط. صافي هذا باش خديت من عندو هذا، واخا تنادم معايا الحال كيما قلت لكم اللي ما خديتش الموف نقدر نعاود نبدلو عندو باش زوين كيكبر. دابا هذا راه زعما حديت ليه التحت ديالو باش كبر وكيصغر، الا بغيتي هكا صغير وكيتجمع كله كيتخشى في هاد البوشيطه هادي. هذا باش عجب ليه تقضيه لاصال الحمام بديت نمشي شي بلاصه زوين صراحه وعملي. بالنسبه لهذا كان الثمن ديالو داير والحاجه علاش مشيت هي هذه، صدقت في البرمه في الكوكوط ملي شفت صافي عواجيت. خديت من عنده هادو ديال الاير فراير، خديت عنده جوجات. بالنسبه لهادو عرفتوا شحال انا باغاهم، تبارك الله مع كيجيبهم كيطيروا. بالنسبه لهادو فيهم 50 ورقه، 50 ورقه ب 15 درهم، 15 درهم الوحده. وحاجه اخرى واحد التحيه كبيره للمتتبعات كاملين اللي تلاقيت عند المجد اليوم، راه ما شاء الله فين وفين عاد كنمشيو كيف ما كنمشي كنتلاقى مع متتبعات غزالات وكيسلموا عليا كيهضروا معايا كنقول لكم شكرا لكم بزاف، الله يكبر بكم وشكرا لكم بزاف 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 على الثقه ديالكم. غادي ندير هادو في الاير فراير باش تشوفوا كيفاش كيجيو. قلتوا لي داك النهار ما تبقايش تحطي فوق الاير فراير، صراحه حاطه فوق هاد البانيني هادي ديما كتعنكشني. غادي ندير ان شاء الله في هاد الطاجيره هادي، حيت هاد الطاجيره هي فاش كنت دايره الفران صافي ملي حيدت الفران الصغير اللي كنستعمل دابا الاير فراير غنرد واقيله هادي لهنا ولا نهبط الطاجيره من هاد السكات هادو وندير فيها الاير فراير. المهم حتى نشوف شنو غادي ندير. وبالنسبه لهادي راه كاينه حتى هي عند المجد، غير هو الدوغي ما بقاش، باقي عنده البرونز و لارجونتي ديو مرة اللي جات عندو كتاخدها. هانتوما نوريكم هادو ديال الاير فراير كيفاش كيجيو. هادو بالنسبة لهادي المهم بابي كويسون صافي تقدري تستعمليها واحد المرة إلا توسخات كتلوحيها. هانتوما شتو كي كتجي، راه هادي تقدري ديريها لأي وحدة وكيكونو حتى الدايرين وكيكونو كبار. المهم هادي كتجي على هاد الشكل هذا باش كتحافظي على الاير فراير ما تبقاش كل شويه كتغسليها. المهم صراحه عجبتني.
المهم يلا تفكرت واش ما قلتش لكم الاسمنه ديال البرما والكوكوت. بالنسبه للبرما بالنسبه لهذه اللي خديت انا ديال 12 الاطرو دايره 360 درهم، وبالنسبه للكوكوت هذا انوكس دقيق راه كما قلت لكم دايره 570 درهم الثمن ديالها. صافي هذا ما كان، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم وما تنساونيش من لايك والتعليق الزوينه ديالكم، وهنا غنقول لكم السلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.